السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أبنائي وبناتي طلاب الصف الأول الابتدائي في المدرسة النموذجية وفي منهج اللغة العربية، وهيا نتعلم. أبنائي وبناتي الصغار، في هذه الوحدة أيضا سنتطرق للعديد من الحروف، وهذه هي الوحدة 11 وتحديداً الدرس الأول. هذه بداية الوحدة بعنوان كوثر والتلفاز. كوثر والتلفاز، هيا بنا لننتقل إلى الدرس ونشاهد الحرف الجديد. هذا هو عنوان الدرس، كوثر والتلفاز، وهذا هو الحرف الجديد. لماذا يذكركم هذا الحرف؟ إنه يشبه حرفين أخذناهما سابقاً باختلاف بسيط. ما هذان الحرفان؟ حرف الباء وحرف التاء. الباء يشبه التاء والتاء يشبه الثاء، ثلاثة حروف تشبه بعضها البعض ولكن باختلاف النقط، عدد النقط وموقعها. فالباء يمتلك نقطة واحدة في الأسفل، والتاء نقطتان في الأعلى، والثاء وهو حرف اليوم ثلاث نقاط في الأعلى. أحسنتم. عند قراءة الدرس سنلاحظ كيف يكتب حرف الثاء. هيا بنا. كانت كوثر تجلس طويلاً أمام التلفاز كما تشاهدون في الصورة، وتترك ثياب المدرسة وكتبها منثورة، فكانت تصل إلى المدرسة متأخرة وتنام في أثناء الحصة كثيراً. تنام في أثناء الحصة كثيراً. قال المعلم ثابت، اسم المعلم ثابت، لابد أن تجهزي الحقيبة وتنامي مبكراً يا كوثر. فكرت كوثر بما يحدث لها وقررت أن تعمل بنصيحة المعلم. أنتم تستطيعون قراءة هذا النص جيداً. ماذا نستفيد من درس اليوم؟ كوثر تنام أو تسهر كثيراً ولا تهتم كثيراً بمذاكرتها، وتشاهد التلفاز وكتبها مبعثرة يميناً وشمالاً، كذلك ملابسها غير منظمة وغير مرتبة. فلأنها تسهر طويلاً أمام التلفاز تنام متأخراً، وتصحى بالتأكيد متأخراً، تذهب للمدرسة وعيناها ما زالت مغلقتين لا تريد أن تستيقظ. ماذا يحصل؟ يشرح المعلم ولا تفهم كوثر الدرس، وهذا ما يصيبنا إذا لم ننم مبكراً. علينا أن ننام مبكراً لنصحو أيضاً مبكراً بنشاط تام ونركز على دروسنا. دعونا نلاحظ حرف الثاء في هذا النص. انظروا إلى حرف الثاء في أول كلمة، كوثر. كوثر، حرف الثاء مفتوح، كوثر. ثياب. ثياب، في حرف الثاء مكسور في أول الكلمة. منثورة. منثورة، حرف الثاء في وسط الكلمة مضموم ومتصل بواو المد فننطقه بهذا الشكل، منثورة. أثناء. أثناء، حرف الثاء في وسط الكلمة ساكن نقف عند قراءته، أثناء. أثناء، حرف الثاء في هذه الكلمة في الوسط ومكسور
وهناك مد الياء كثيرا كثيرا. حرف الثاء مفتوح ومتصل بألف المد، ثابت. حرف الثاء جاء هنا في آخر الكلمة كما ترون، وهو مضموم، فكيف سننطقه؟ يحدث، يحدث. أحسنتم. ننتقل إلى حرف الثاء المفتوح، وكيف نرسم حرف الثاء في أول الكلمة، وسط الكلمة، آخر الكلمة متصل، وآخر الكلمة منفصل؟ هذا هو حرف الثاء في أول الكلمة، سيتخلص من هذا الجزء ليتصل بحروف أخرى. هذا هو حرف الثاء في وسط الكلمة، سيمد يدا من هنا ويدا من هنا ليتصل بحروف أخرى. هذا حرف الثاء متصل وفي آخر الكلمة، وحرف الثاء منفصل في آخر الكلمة. لا ننسى أن لحرف الثاء 3 نقاط. أحسنتم. هيا بنا لنقرأ. كوثر، 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 كوثر. ثابت، ثابت. انظروا إلى حرف الثاء مفتوح، ثابت، ثابت. أحسنتم. نقرأ هذه العبارة ونلاحظ بعض الأشياء أو هذه الكلمة. التلفاز، التلفاز. ألا تلاحظون وجود اللام ال؟ لكن أنا لم أنطقها أثناء القراءة، فقط هي موجودة في الكتابة. التلفاز، التلفاز. إذن هذا ال نسميها الشمسية، الشمسية، تكتب ولا تنطق. انظروا العبارة الأخرى، مبكرة، مبكرة. سنلاحظ وجود الشدة على حرف الكاف، لذلك نضاعف الحرف، مبكي، نضغط على الحرف قليلا، مبكي، مبكرة. وهنا تنوين ضم. انظروا إلى حرف الثاء هنا، هل تعرفون ما هذا الشكل الذي أمامكم؟ إنه ثعبان. نعم، إنه ثعبان. انظروا إلى حرف الثاء، يبدأ اسم الثعبان بحرف الثاء ثم بحرف العين المتصلة. هل تتذكرون حرف العين المتصلة؟ إذن هذا هو الثعبان، وهذا هو حرف الثاء بنقاطه الثلاث. نلون كما في الشكل ونميز حرف الثاء بلون مختلف. ثو، هذا حرف الثاء بالضم، ثو، ثو. وهذا شكل الثاء بأول الكلمة، وسط الكلمة، آخر الكلمة متصل، وآخر الكلمة منفصل. نقرأ يح، هذا حاء وليس هاء. يحدث، يحدث، يحدث. منثورة، انظروا إلى الضمة على الثاء، منثورة، منثورة، منثورة. أحسنتم. نقرأ هذه الكلمة أيضا، تجهزي. انظروا إلى حرف الهاء والشدة مع الكسر، تجهزي، تجهزي. هكذا نقرأها. نتعلم كتابة حرف الثاء على السطر بهذا الشكل، عمود صغير ومستقيم،
عمودي وأفقي بهذا الشكل مع 3 نقاط، ثم يد الثاء والثاء بنفسه، ثم اليد الممدودة والثاء المتصلة في الآخر، ثم الثاء المنفصلة في الآخر. هكذا نكتب، وعليكم أن تكتبوا في هذه الخانة. ماذا عن هذه الكلمة؟ نقرأها أولا ثم بعد ذلك نكتبها. كوثر تنام مبكرة. هذا حرف الكاف، هل تتذكرونه؟ وكوثر تنام مبكرا. كوثر تنام مبكرا أو مبكرة. كوثر تنام مبكرة بهذا الشكل. أحسنتم أيها الصغار، عليكم أن تتعلموا الكتابة جيدا. في هذا التمرين سنلاحظ بعض الصور. هذا صورة ثور، واسمه يبدأ بحرف الثاء، ثور. ثم ثعلب، نعم هذا هو الثعلب. نكتب الثاء جيدا، ثعلب. ثم ثعبان، نقرأ الكلمة، ننطق كل حرف ونكتبه، ثعلب، ثعبان. أحسنتم أيها الرائعون. نرى هنا حرف الثاء المكسور، سي 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 سي. نقرأ سي سي ثياب ثياب ثياب. كثير 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 كثير. أحسنتم. فكر أو فكرت فكرت. الكاف هنا عليها شدة فنضغط عليها قليلا، فكرت فكرت. أحسنتم أيها الصغار. نرى الآن حرف الثاء الساكن، انظروا إلى حرف الثاء الساكن. هذا هو حرف الثاء الساكن. نقرأ ونقف عند الحرف، أثناء. لاحظوا كيف نطقنا حرف الثاء لأنه ساكن، أثناء أثناء أثناء. قررت قررت. أحسنتم، هكذا نقرأ ونلاحظ الحرف المشدد، قررت. هذا هو الحرف المشدد، نشدد الحرف عند قراءته، وهذه هي التاء المفتوحة، لا ننسى ذلك. وفي هذا التمرين سنرتب الجملة جيدا كي تصبح جملة مفهومة، ثم بعد ذلك نقرأها جيدا. كثيرا كثيرا. مدرستي أحب. ماذا تعني هذه الجملة؟ كثيرا مدرستي أحب. علي أن أرتبها بحيث تصبح جملة مفهومة. ماذا سأقول؟ أحسنتم، أحب مدرستي كثيرا. أحب مدرستي كثيرا، وأبدأ بالكتابة على السطر. أحب مدرستي كثيرا. هل رأيتم كيف يكتب حرف الثاء في وسط الكلمة بهذا الشكل؟
أحب مدرستي كثيرا. علينا أن نتعلم جيدا كيف نكتب حرف الكاف ولا ننسى ذلك. في هذه الخانة سأترك لكم المجال لتكتبوا أنتم مثل ما كتبت، ومثل هذه الكتابة النموذجية الموجودة أمامكم عليكم أن تكتبوا أيضا على السطر بخط جميل وواضح. هذا هو درس اليوم، حرف الثاء. حرف الثاء، أخذنا حرف الثاء في أول الكلمة، في وسط الكلمة، في آخر الكلمة، وتعرفنا كيف علينا أن نقرأ الثاء بالفتح، والثي بالكسر، والثو بالضم، والأث بالكسر أو الثاء عفوا بالسكون عندما نقف عليها نقول أث مثلا. إذن هذا هو حرف الثاء الذي أتمنى أن تتعلموه جيدا قراءة وكتابة. لننتقل معكم إلى حرف آخر جديد. إلى اللقاء.